راديو نيل. بص بقى يا عمرو، هو الايام دي فيها فرحه كتير، الحمد لله، فرحه العيد وفرحه فوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا طبعا، وفي كمان شويه انتصارات رياضيه حابين ان احنا نحتفل بيها النهارده. اول حاجه هنتكلم عنها هو سلاح الشيش. نجح ابطال مصر في سلاح شيش في حصد 3 ميداليات ذهبيه في اليوم الاخير ببطوله افريقيا للسلاح، واللي اقيمت خلال الفتره من 19 ل 23 يونيو اللي احنا فيه ده بصلاه حسن مصطفى 6 اكتوبر. تمام، تمكن منتخب سلاح الشيش للرجال من الفوز بذهبية منافسات الفرق بعد التغلب على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة كام بقى؟ 45 ل 34. ومنتخب السيدات كمان فاز، او منتخب سيدات سيف المبارزة برضو فاز بالذهبية بعد الفوز على المغرب بنتيجة 45-31، وكمان حقق منتخب سيدات سلاح السيف الفوز بنتيجة 45-44 على منتخب الجزائر بالنهائي. وتأهل منتخب سلاح الشيش للرجال للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره السنغالي في نص النهائي بنتيجة 45-8، فرق كبير. والسنغال يعني بالظبط كده، فتمكن منتخب سيف المبارزة للسيدات على الفوز على السنغال بنتيجة 45-31، وحقق منتخب سلاح السيف سيدات الفوز على تونس بنتيجة 45-38. ومثل منتخب مصر لسيف المبارزة للسيدات كل من ناردين إيهاب، شروات جابر، آية حسين، هنا العراقي. أما منتخب سلاح شيش الرجال كان في محمد حمزة، أو بيمثل محمد حمزة ومحمد حسن ويوسف سناء وعبد الرحمن طلبة. أما منتخب سلاح السيف للسيدات فمثله كل من مريم الدغيدي وجانا شريف وندى حافظ والعنود حجازي. شهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية، وحرصت جميع الدول على التواجد عشان يحصدوا النقاط المهمة عشان يتأهلوا لأولمبياد باريس 2024. جامدين والله، جامدين والله، وشرفونا ورفعوا راسنا. وبعدين قدام منتخبات تقيلة يعني، قدام منتخبات كبيرة. بصي بقى، بالنسبة كمان بقى للسباحة، بالزعانف للناشئين، ماشي. امبارح انتهت منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين، قيمت في القاهرة من 19 لحد يوم السبت 24 يونيو اللي هو امبارح، في مجمع حمامات السباحة على استاد القاهرة الدولي، واللي شارك فيها 38 دولة. خدي بقى اللي جاي ده، لاعبي المنتخب الوطني المصري جابوا 14 ميدالية، منها 4 ذهب، 5 فضة، 5 برونز. كان حسن الختام بفوز رباعي التتابع 200 متر بزعانف المونو الأبطال عمر محمود وأحمد عوض وعمار أحمد وطارق حسن بالميدالية الذهبية كأفضل ختام للأبطال المصريين طول مشوار مشاركتهم الدولية. كمان رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ أشادت بالبطولة من حيث التنظيم والأداء وحسن الاستقبال والإقامة كمان داخل مصر، وأكد سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي وعضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ على أهمية البطولة اللي حظيت بتشريف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللي أثنى على الجهود المبذولة من كل القائمين على العمل للوصول للمستوى الأفضل واللي بيليق بحجم وقيمة الدولة المصرية، وكانت سعادته كبيرة جدا بالفوز بالكم الهائل من الميداليات لمنتخبنا الوطني. بقولك يعني 14 ميدالية في سباحة زعانف بس، فيهم 4 ذهب و5 فضة و5 برونز، ده رقم كبير جدا. فيعني طبعا كل طبعا تهانينا لأبطالنا، أبطال مصر رجالة وستات. والله بجد عاملين شغل جامد، رافعين راسنا جداً. والله بجد. هل متخيل ان الانجازات خلصت هنا؟ اعتقد الاجابه لا. معقوله؟ ليه بقى؟ يعني لانه في انجاز تاني اعلنته وزاره التضامن الاجتماعي للاعبي الاولمبيات الخاص، معلش يا جماعه احنا لسه الصبح، الاولمبيات الخاص اللي هي البارالمبيه يعني. في اللي اقيمت في برلين، تالق لاعبو الفراعنه وحصدوا 31 ميداليه متنوعه ما بين ذهبيه وفضيه وبرونزيه في استمرار للنجاح والتنافس رفيع المستوى. واشادت الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي بانجاز البعثه المصريه، متمنية لهم كل التوفيق، ومسمنة كمان على جهد أبناء وزارة التضامن الاجتماعي بدور الرعاية واللي حققوه في إنجازات رائعة وتأهلهم للمنافسات النهائية، وبتأكد أن الفوز الحقيقي في المشاركة والتنافس وهو اللي بيرفع من مهارات الشباب وبيعزز قيم التعاون والعمل كفريق. وضمن البعثة المصرية المشاركة نجحت ابنة مصر محاسن حسن من دار رعاية الأيتام المعاقين بالمعادي في تحقيق 2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية في رفع الأثقال.
وفي كمان آية فرج حسين اللي حصدت ميدالية برونزية والمركز الثالث في ألعاب القوى، والتنافس القوي لمحمد محمود عبود في ألعاب القوى في من إحدى جمعيات رعاية الأيتام المعاقين بإسكندرية، والأولمبيات الخاص في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وبتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار السنة في مجموعة متنوعة من رياضات الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة الذهنية، وتنظيم الألعاب الدولية الأولمبيات الخاص كل سنتين وشعارهم الكل فائز. كمان الجدير بالذكر أن مصر بتشارك في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبيات الخاص برلين 2023 ببعثة مكونة من 109 فرد، عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن 69 لاعب ولاعبة، 37 مدرب ومدربة، بالإضافة كمان لرئيس للوفد ونائب ليه وطبيب، ده التيم اللي رايح. وكمان ده هيكون عشان يمثلوا مصر في 15 رياضة مدرجة في الألعاب، وهي 15 رياضة هي إيه بقى؟ كرة القدم، سلة، تنس، تنس أرضي، ريشة الطايرة، الجمباز، الجودو، الفروسية، رفع أثقال، البولينج، البوتشي، والدرجات والسباحة وألعاب القوى والهوكي الأرضي، بالإضافة كمان لمشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي، اللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب. والألعاب العالمية الصيفية للأولمبيات الخاص بتعد هي أكبر حدث بالأولمبيات الخاص الدولي، وبيشارك فيه أكتر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكتر من 190 دولة حول العالم، يعني تقريبا كل دول العالم، أو يعني تقريبا كل دول العالم. وكمان مشاركة أكتر من 20,000 متطوع، واهتمام أكتر من 500,000 فرد حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبيات الخاص العالمية، وحضور كبرى وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم. وعايز أقول لكم إن هم مش بس 500,000 فرد، هم كلنا الحقيقة، لأن إحنا يعني في الأول وفي الآخر هم بيمثلوا مصر، والحقيقة إن هم أبطال كبار جدا جدا، قدروا إن هم يتحدوا مشاكل ممكن تكون في نظر ناس كتير ما ينفعش إن إحنا نتحداها، قدروا إن هم يتجاوزوا ده، وقدروا إن هم يكونوا أبطال ويحققوا نتائج ويجيبوا ميداليات ويجيبوا مراكز أولى وتانية وتالتة. فالحقيقة إن إحنا لازم نحييهم كلنا، لازم نكون نوريهم إن إحنا فعلا حاسين فعلا بحجم الإنجاز، لأن هو إنجاز كبير، عملوا حاجة كبيرة جدا وشرفونا ورفعوا راسنا. فبجد بنقول لهم شكرا، بنقول لهم ربنا يوفقكم في اللي جاي، وإن شاء الله دايما كده رافعين اسم مصر في كل حتة في العالم، سواء كان في بطولات على مستوى القارة على مستوى العالم. وبجد رجاله كلكم والله، رجاله وستات، رجاله يعني الاغنيه دي مش للرجاله بس، دي رجاله والسيدات، لان هم السيدات كمان جايبين ذهبيه وبرونزيه. انا قلت اقول قبل انت، بس ما تقولي عشان ما تقوليش ايه بقى الرجاله والمش رجاله، عشان اقول الجمله دي لو سمحت.